السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أتمنى يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عيش الطاسة، العيش اللي هو البلدي بتاعنا ده هنعمله إن شاء الله في البيت مع بعض. هقول لكم على المقادير. عندي هنا كيلو دقيق، وعندي نص الكمية مية، نص لتر مية، وعندي معلقة خميرة كبيرة، وعندي ربع معلقة زيت، وهناخد معلقة سكر. السكر طبعا بنحطه على خميرة ونحط له المية ونقلبه، ورشة ملح. هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجة طبعا هناخد الخميرة بتاعتنا نحط لها المية قبل ما نبدأ اي حاجة ونقلبها. هبدأ هنا انزل معلقة ملح صغيرة على الدقيق كده زي ما احنا شايفين، واشغل العجينة عندي. انزل بالخميرة بتاعتي كده واحدة واحدة، وبعد كده المية بالتدريج. بعد كده هنزل بالزيت معايا، وهتبدأ العجينة تلم زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا شايفين كده العجينة لمت معانا، ما بتلزقش، هتبقى بالشكل ده كده. هنسيبها تخمر، واحنا العجينة عندنا هنا هتخمر على مرتين، مرة كده ومرة لما نقرصها. بعد ما نقرصها هنسيبها برضو تخمر تاني. هنقفلها نغطيها دلوقتي ونسيبها تخمر، ونشوفها بعد كده المرحلة اللي جاية تبقى شكلها ايه. وهنا زي ما احنا شايفين اهو العجينة ما شاء الله خمرت، طلعت معانا خالص اهي. يعني تقريبا خدت ساعة. هنشيلها كده، نشيل منها الهواء. صينية عندي ارش عليها دقيق، احط عليها دقيق كده، وابدأ اقرص بقى. عندي العجينة كور على قد رغيف العيش اللي انا محتاجاه. هرش بس رش دي كده عشان اعرف الف العجينة عندي. اهيت عندي كورة كده بسيطة. الحجم ده كده، يعني كل واحد يعمل الحجم اللي هو عايزه. وابدأ ارصها. وهنا اصدقائي بعد ما قرصتهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، عمل ما شاء الله معانا بتاع 17 رغيف، ولسه فيه كمان اهو. هنغطيه ونسيبه يخمر تاني معانا. هو كمان على بال ما كورت الباقي كان الاولاني خمر اهو زي ما احنا شايفين. هنسيبه كده نص ساعة يخمر تاني ونرجع له تاني. وهنا اصدقائي بعد ما العجينة خمرت معايا بالشكل ده، هبدأ بعد كده بقى اقرصها، اخد واحدة واحدة وافصلها. ما اقلقش لو لزقوا من بعض مفيش مشاكل. اكون مجهزة الرخامة بتاعتي، حطلها زي ما احنا شايفين كده، ارشلها دقيق. رشة دي خفيفة كده من تحت، وابدأ اخد اول واحدة انا عملتها. اهم حاجة عندي لا تكون رقيقة جدا ولا تكون تخينة، يعني متوسطة. افركت معايا كده، يعني هو ده الحجم ده تقريبا. حلو يعني اهو،
الشمس معلش ضربة، مش عارفة باينة ولا لأ. وابدأ اركنه، وبعرف ان ده اول واحد انا عملته علشان ابدأ بيه. وهنا اصدقائي بعد ما فردتهم كلهم بالشكل ده كده، هبدأ اخد اول واحد انا عملته على الطاسه على طول، يعني ما ابتديش من الاخر، لا ابدأ من اول واحد علشان هو ده تقريبا خد الخميرة كلها. هنشوف دلوقتي مع بعض على الطاسة. يبقى أول صدمة، بسم الله. طبعا ما فيش أحسن من إننا نعمل العيش في البيت. هي أول صدمة معايا، وبعد كده هلفه على طول على الناحية التانية. بسم الله. نلفها على طول اهوت، ويبدأ يطلع معايا زي ما احنا شايفين اهو. زي ما احنا شايفين ما شاء الله هو طلع. هقلبه الناحية التانية، ما قلقش خالص اهو. نستمر في التقليب. طبعا انا لو عايزاه بلدي بلدي خالص بفرده على اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله كده هيكون جاهز معايا. لو عايزاه بلدي خالص بفرده على ردة. وهنا اصدقائي بعد ما خلصت العيش بتاعي، شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. طبعا اهو لو فتحته معاكم اهو شايفين العيش عامل ازاي. طبعا احسن حاجة ان احنا نعمل العيش في البيت، يعني بنحس ان هو بيدي بركة في البيت اهو، كله ما شاء الله وكله بيتفتح زي ما احنا شايفين، وما خدش مننا اي حاجة، وما خدش مننا اي مجهود ولا اي حاجة خالص. طبعا حاجة في البيت ضمننها اهو العيش، حاجة في البيت ضمننها وعاملينها بايدينا، لا بنلاقي فيها اي حاجة من اللي احنا بنشوفها وبنسمع عنها، يعني بنبقى ضامنين كل حاجة، بنبقى فرحانين ان احنا بنعمل الحاجات دي في البيت. احنا ساعات بنفتكر ان الحاجة صعبة، لكن حاجات بتبقى سهلة جدا، بس احنا مش عارفين هي يعني المشكلة بس ان احنا مش عارفين هي بتتعمل ازاي، لكن لما مجرد ما نجربها ونعرف هي بتتعمل ازاي خلاص ايدينا بتاخد عليها وبتبقى سهلة جدا. وزي ما احنا شايفين اهو العيش ما شاء الله، يعني عملنا تقريبا 19 رغيف وكلهم ما شاء الله حلوين اهو. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتقولي ايه رايكم فيها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا اعجاب وتشتركوا معايا في القناه وتشيروه مع اصدقائكم، واشكركم شكرا جزيلا.